دي ارقام برونو سافيو امام الاتحاد المنستيري. الراجل صحيفه بارينيا سييتا ده يعني يعني اتمنى ان اكون صحيفه بوليفيه النهارده اكدت ان وده صوره من الخبر اكدت ان برونو سافيو تم استدعائه من قبل لجنه الانضباط للاتحاد البوليفي تم استدعائه للتحقيق او للادلاء باقواله او ان هو يوضح ايه المشكله الكلام اللي كان الكلاش بتاع الحكم. زي ما حضراتكم عارفين ان هو يعني برونو سافيو اطرد في احدى المباريات بسبب اعتراضه الغير لائق على الحكم, والحكم اكيد في تقريره قال السبب بتاع الاعتراض ده, معرفش ايه السبب, ولكن يقال ان هو معرض للايقاف, يقال ان هو معرض للايقاف. دي طبعا اللقطه اللي احنا جايبينها لحضراتكم اللي برونو سافيو تم طرده فيها بعد ما اطرد. واضح ان هو يعني في مشكله, طبعا واضح ان هو بي 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 يعني معرفش, مش عايز هو الراجل هو حاطط وشه في وش الحكم بيحذره الاول شتمه يعني كده, يعني عشان الحكم ياخد قرار كده انه يطلع الاحمر ممكن يكون سبه. يعني اصل الموضوع مش معايا, ولكن اكيد الراجل قال سبب للطرد, انا طردتك عشان كذا. معرفش النادي الاهلي كانوا على علم بهذه الواقعه قبل التوقيع مع برونو سافيو ولا لا. لو كانوا على علم فهي مشكلة, ولو ما كانوش على علم فهي مشكلة أكبر. يعني أنت النهاردة اللعيب أنت جايلك مشتت ذهنيا, مشتت, أنت راجل عليه مشكلة وبيتم استدعاءه للتحقيق وما بيروحش, والنادي الأهلي بيأكد إن ما جالناش حاجة, يعني لعيب أصلا مشتت ذهنيا, مشتت معرض للإيقاف. لو الراجل ده توقف فعلا زي ما بيقولوا ايا كان بقى 3 4 شهور 5 شهور, فالتوقيع معاه جريمه كرويه, فوتبول كرايم. لو توقف لغايه دلوقتي ما فيش حد يقدر يتكلم يقول حاجه, ممكن يكون الكلام ده كله كلام يعني ما نعرفش حاجات يعني في الاعلام, ولكن النهارده الصحف كلها بتكتب ان في تحقيق وفي الاتحاد البوليفي. يعني خلينا, عندك مشكله ان النادي البوليفي نفسه مش هيقف جنب اللعيب, خلاص هو باعه. يعني انت عارف لو اللعيب بيلعب في بوليفيا كان ممكن اتحاد الكره يعمل له خاطر, يخاف من ضغوط الجماهير, يعمله بتاع, انما ده راجل خلاص ساب الدنيا ومشي, فهيبقى الايقاف ايه اسهل حاجه, قرار سهل جدا بالنسبه للاتحاد البوليفي. لو الراجل ده توقف يبقى التوقيع معاه جريمه كرويه, ان انت لعيب كده تجيبه معرض للايقاف, ان هو لو توقف 4 5 شهور 6 شهور, انت في 6 شهور دول ممكن اللعيب ده يروح منك خلاص, لكن مش هسبق الاحداث. لكن انا بالنسبه لي يعني علامه استفهام كبيره جدا ان انا اروح اوقع مع لعيب ب1.5 مليون دولار او 2 مليون دولار او 1.8 مليون دولار او حتى ببلاش واجيب لعيب وهو عليه ضغوط كبيره جدا ومعرض للايقاف. يعني اكيد الناس اللي قدمت تقرير عن برونو سافيو اكيد واحده من النقاط اللي كتبوها لمجلس اداره النادي يا جماعه خلوا بالكم الراجل ده عمل مشكله ومعرض للايقاف. اصل ال- 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 الاجراءات او البروسيس اللي انا بقوله لحضراتكم ده لو ما حصلش يبقى لازم النادي الاهلي يراجع نفسه في ملفات تعاقدات اللاعبين. خلي بالكم انا ما بتكلمش هنا عن مخاطره فنيه او مثلا لعيب من الناحيه الفنيه ينجح ما ينجحش, انت بتعمل الريسيرش بتاعك وبتعمل الهوم ورك بتاعك وبتجيب لعيب وممكن تجيب احسن لعيب وما يمشيش معاك كويس, ده بيحصل في الكوره. لكن انا بكلمكم على حاجه بقى اجراءات بره الكوره, ان انا اتاكد ان الراجل سليم 100%, اصاباته طبعا الكشف الطبي, بتاكد من الاتيتيود بتاعه, براجل بتاع مشاكل ولا لا, لعب ليه في اكتر من نادي في فتره قصيره, كل ده بيتقدم. لكن ان يبقى في واقعه ان الراجل معرض للايقاف والراجل ممكن بعد ما اجيبه يلعب معايا ماتشين ثلاثه ويتوقف, تبقى جريمه كرويه فعلا, محدش يزعل مني. ما في حاجات كده في الكوره اسمها جريمه كرويه, ان انت تمشي مثلا مدرب بيكسب بطولات معاك دي جريمه كرويه,
ان انت تمشي لعيب جامد وما تعوضوش في الانديه الكبيره، تمشي لعيب جامد وما تعوضوش بلعيب بنفس الكفاءه، جريمه كرويه. وبرده ان انت تتعاقد مع لعيب مصاب او لعيب اصاباته كتيره او كان في مخاطره ان هو ممكن يتصاب ويتصاب عندك كل، او ان هو لعيب معرض للايقاف، فدي ما لهاش علاقه بالكره بقى يا جماعه. دي احنا هنا ما بنتكلمش في راي فني، لا ده كويس، لا ده وحش بتاع، لا احنا بنتكلم هنا في ثوابت حاجات اساسيه ومبادئ. لما بتيجي توقع مع لعيب بتعمل الهوم ورك بتاعك. لكن هنشوف الايام مخبيه ليه، ولكن انا عمري ما كنت اقرب من لعيب مهدد او معرض للايقاف، عمري كنت اقرب منه. وراجل يجي لي مشتت ذهنيا وعنده مشاكل وبيكلم المحاميين بتوعه ولازم انا كنادي ابعت محاميين وادافع عنه، الله كل ده ليه؟ مارادونا يعني، ميسي لعيب كويس بس يعني ايه اللي يخليني انا اخش في لعيب معرض ان هو يتوقف او ممكن ان هو بنسبه حتى 10% ان هو يتوقف؟ الكلام ده طبعا في ناس كتيره ما بتقربش منه، لكن احنا اللي احنا شايفينه بنقوله. لكن انا بقول لكم معظم الاعلاميين مش هيقربوا من الملف ده، او هيتكلموا عليه كده عادي كده ان برونو سافيو هيقولوها كخبر. ولكن انت النهارده يعني احنا زي ما الناس بتشوف شغلها، واحنا عمرنا ما بنعلق على حاجه، الناس بتشوف كل واحد من حقه ان هو يشوف شغله، ده شغلنا. لازم نبقى الحاجات الاخطاء لازم هنعلم عليها وهنقول عليها، لان ده حق الجمهور علينا، حق جمهور النادي الاهلي علينا كمان، ان احنا نقول راينا ايه الحقيقه. مداليش على حاجه، مفيش حاجه تستحق، اصل دي حاجه يعني على العلن. فتاني هنشوف ايه اللي هيحصل وهنشوف الايام مخبيه ايه في الموضوع ده. لكن انا رايي بكل صراحه ان انا اوقع مع لعيب معرض للايقاف ده خطا كبير. لو تم ايقافه بقى فهي جريمه كرويه، جريمه يعني. لازم يعني لو الكلام ده حصل بدون علم الكابتن محمود الخطيب ما كانش يعرف حاجه عن الموضوع ده، لازم يجيب الناس بقى تعالوا انتوا بتدخلوا بتلبسوني في الحيطه. مش موضوع خلاص، الموضوع بره حته ان هو ينجح او يفشل فنيا. هو لو توقف 6 شهور هيفشل فنيا. عارفين يعني لعيب قاعد في مصر بقى كده موقوف 6 شهور وبتاع، خلاص خلصت، انسى. عقبال ما تلمه تاني خلاص كل راح منك.